نظمت الأمانة العامة لجامعة دول عربية وقفة تضامنية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ذلك بمشاركة الأمناء العامين المساعدين وكبار موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية. وبدأت الوقفة التضامنية بعزف النشيد الوطني لدولة فلسطين والوقوف دقيقة صمتا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين. وأنابى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي لإلقاء كلمة تتضمن رسالة التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة. شرفني معالي السيد الأمين العام أن أنوب عنه في هذه الوقفة، وهو يبلغكم أحر تحياته وتقديره لهذه المبادرة، وبالأصالة عن نفسي كذلك أود أن أتقدم إليكم جميعا فردا فردا بأطيب تحية وتقدير لهذه الوقفة المعبرة عن المشاعر القومية الصادقة والموقف القوي في نصرة فلسطين والتضامن مع شعبها. نحن اليوم بهذه الوقفة لا نعلن ونؤكد فقط تضامننا المطلق والكامل مع شعب فلسطين ونضاله العادل، لنؤكد المؤكد والطبيعي في هذا البيت العريق، إنما لنؤكد أيضا نصرتنا وانتصارنا لفلسطين الأبية